السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بدأت الفيديو بالشكل الخارجي بسرعة كده، بركب العربية بوريكم العداد اللي قدامكم ده، عداد الوقت، عشان تعرفوا العربية دي قد ايه شكلها حلو والتقفيل والخامات حلوة، علشان مش هتصدقوا العربية دي ماركتها ايه. العربية دي شيري، اسمها شيري أريزو، أنا جربتها على الحلبة هنا بالصين، شفتها الأول بمعرض أوتوشو شنجدو أوتوشو 2018. العربية شكلها حلو جدا من بره ومن جوه. شغل العربية عشان نتكلم. ايه الموتور شغال؟ انتوا مصدقين ان الشيري ممكن تعمل عربية زي دي؟ الشاشة الريزوليوشن بتاعها عالي جدا، الوان عالية، طبعا كل حاجة انا بالصيني لان انا في الصين دلوقتي. العدادات ديجيتال، هي الديجيتال ما بقتش ميزة قوي لان العدادات فيها، العدادات التقليدية في النص الشاشة ديجيتال، فبتحسسك ان هي عدادات ديجيتال بس هي مش ديجيتال. في عدات السرعة برضو في النص غير العدات التقليدي، فهم بيحاولوا يبتكروا حاجة جديدة. زي ما انتوا شايفين التكييف شكله مختلف تماما عن المعتاد. بالمناسبة التكييف حلو جدا، انا اختبرت العربية والتكييف كان شغال على اخره، التكييف كان قوي، متوقعتش هلاقي اليو اس بي هنا. كل حاجة هنا جديدة، هما بيحاولوا يبتكروا حاجة جديدة. طبعا ده مفتاح العربية برضو شكله جديد خالص. طبعا دي تجربة مختصرة لضيق الوقت، انا بحاول طبعا اعمل تجارب لأكبر عدد من العربيات بالحلبة هنا، الوقت ضيق جدا. التسارع كان كويس جدا، العربية تربو 1500 سي سي، الفتيس بتاعها سي في تي، ودي برضو كانت مفاجأة. العربية ما حسيتش فيها بالنقلات زي العربيات سي في تي العادية زي نيسان سنترا مثلا، عشان ما فيش نقلات العربية جمعت معايا بسرعة. التسارع كان حلو، التجميع كان حلو جدا، والمفاجأة بقى ان الفرامل كمان كانت كويسة جدا. العربية وقفت معايا بعد ما جربت التسارع، كنت على 120 ووقفت بالعربية مرة واحدة. الباكيت طبعا في كل حتة. طبعا انا كلمتهم هنا، طلبت منهم ان العربية دي لو هتنزل نصب تنزل بالمواصفات دي، خصوصا مواصفات الامان. في فتح السقف كراسي طبعا جلد، الجلد بتاعها بالمناسبة طري جدا، هي مانوال مش كهرباء، بس مريحة جدا على عكس اغلب العربيات اللي فيها كراسي جلد، يبقى الجلد ناشف شوية خصوصا العربيات الأوروبية. يعني في بقى شوية لمسات هنا حلوة، ده بلاستيك بس لونه مختلف فعامل شكل جمالي حلو. في خياطة هنا وفي خياطة هنا، طبعا مكانش ينفع صور العربية وأنا بجربها علشان كنت طبعا بصور بإيد وبفرجكوا على العربية، فمش هينفع اسوق العربية وانا ماسك الكاميرا يعني. المهم خامات كويسة، تقفيل كويس، كنتش متوقع ان شيري ممكن تعمل عربية زي دي. وفي نفس الوقت الديزاين، هفرق العربية من بره بعد شوية حتى تفهم قصدي. كفاية حتى شكلها من جوه، يعني الشاشة طبعا كل حاجة بالصيني. التكييف انا مشغله، التكييف بتاعها حلو جدا، وانا جربت العربية التكييف كان شغال.
العدادات كانت متجاوبة معايا بالمناسبة، عشان الحتة دي لاحظتها في العربيات الصينية، إن العدادات خصوصا لو ديجيتال مش بتكون سريعة الاستجابة يعني. العدادات دي كانت متجاوبة معايا جدا، زي العربيات الأوروبية بالظبط، الدقة بتاعتها كمان عالية، الإضاءة بتاعتها حلوة جدا. بصراحة العربيات الصينية عموما، خصوصا بالحلبة هنا اللي جربتها، وأتمنى إن هي تنزل مصر بالمواصفات دي، العربيات كلها كانت ممتازة. وأنا قصد الكلمة دي مش الديزاين بس اللي حلو، والكواليتي كمان حلوة جدا. وشيري أنا شايف إن هي أبدعت بصراحة. طبعا أتمنى إن التجربة الصغيرة دي تكون مفيدة ليكم، بحاول طبعا ألم فيها اللي أقدر عليه، الوقت ضيق جدا. وأخيرا أتمنى أكون عملت حاجة كويسة، وشكرا.